السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل تحليل للإنارة بطريقة سهلة جدا. افتح الفيو واقول له انا عايز مثلا كاميرا عشان اختار فيو معين اهوت. تمام، واقدر اوسع دي شوية كده، وبعد كده هروح لفيو اقول له ريندر ان كلاود. تمام، بيقول لي الفكرة بتاعتها ان انت تختار اللقطة اللي انت عايزها اي 3 دي فيو، وبعد كده هتختار الاعدادات وتعمل ريندر بحيث ان انت تشوف اللقطه ديت، بس هتتعمل على الكلاود 360 اللي هو بتاع اوتوديسك، يعني تعمل على السيرفر بتاع اوتوديسك. تمام، ريفيت الكلاود، بيقول لي انت عايز 3 دي في اني مشهد، ممكن تختارهم كلهم تعمل لهم ريندر. تمام، الاوتبوت تايب تختار صوره عاديه ولا بانوراما، هي دي اللي احنا عايزينها اليومنتس. وبعد كده تختار الوقت اللي انت عايزه، هنختار مثلا اسمه حجم الايمج، وبعد كده تختار اللوكيشن المكان والوقت. اللوكيشن هو خد اللوكيشن بتاع الموديل. تمام، وهتقول له السكاي موديل، تبدأ تختار اذا كان مثلا عايز فيه سحاب ولا عايز حاجة صافية. هو بالاعداد دي هتاخد 10 دقايق. طب لو غيرنا كده شوية هيقعد يحسب، هتلاقي مثلا هتاخد برضه 10 دقايق. تمام، خلينا في سمول. تمام، الليجند بتاعتها هتقول له انا عايزها مثلا لوكسز. تمام، وعايزها اوتوماتيك. طيب هقول له ايه بعد كده؟ هقول له ريندر، هو يبدأ يعمل ريندر وبعد كده يجيب لي الصورة. طبعا لازم تكون داخل بالحساب بتاعك كده. هو يعمل دلوقتي ابلود للصورة على السيرفرات بتاعت اوتوديسك، ولما يحصل الريندر هتظهر عندي في ريندر جاليري. طبعا هتبدأ تظهر الصورة اللي احنا اخترناها دي بعد 10 دقايق. تمام، دي حاجات دي ده لقطة بنفس المشهد كنت عملتها تقريبا من ربع ساعة حاجة زي كده في المشهد دوت. تعال نشوفها. دي الصورة اللي اتعملت ودي الصورة اللي لسه بتتعمل. بالشكل ده هنتظر برضو شوية وبعد كده نبقى نشوف اللقطة التانية. هوقف التسجيل دلوقتي. دلوقتي هعمل رندر اهوت. تعالى نشوف الصورة. هي الصورة اهيت، دي توزيع الإنارة هتبقى عاملة ازاي، بحيث ان اللون الأصفر ده يبقى نسبة الأكسس كبيرة، هنا اللون الأزرق ده بيبقى فيه الإنارة ضعيفة هنا، فنبدأ نحل المشاكل دي. هو بيقول بقى عايز كصورة كبانوراما كاستيريو بانوراما كسولار ستادي. تمام، فتقدر تختار، وهو يديك بقى التواريخ مثلا اللي انت عايزها، ويقول له ابعت لي ايميل لما تخلص. تمام، اقول له رندر، فيبدا يعمل صوره للصديق. تعالى بقى نشوف الصوره للصديق، نختار اللقطه. نقدر نشوف السولار ستاد دوت، تقدر تحمل الصورة ديت. طبعا من الإعدادات نقدر نتحكم في الوقت أو نتحكم في احنا كنا مختارين يوم واحد، ممكن نختار مدة أطول من كده. تقدر تعمل داونلود للصورتين دول وتحطهم في أي ملف شغل عندك. تمام،